طيب هناكل رنجة، ما احنا ما هتعطشنا مع الفسيخ. لا، هعمل لكم النهارده موس رنجة حلو جدا جدا جدا. تعالوا اقول لكم مقاديره على طول وننزل نعمله، سهل قوي قوي، هتحبوه قوي. مقادير الموس الرنجة: هستخدم 4 شرايح رنجة فيليه، بصل اخضر، عصير ليمون، 2 معلقة كبيرة خل، و2 معلقة جبنة كريمي عبور لاند. طبعا معايا النهارده مطبخ الاثنين عبور لاند على طول، سبت واثنين واربع، تمام. وكمان معلقه كمون وشطه وطحينه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي، يلا بينا. نودي بس دي اشياءنا هنا ونيجي تاني اهو. ودي هحتاجها طبعا عشان نقطع البصل والكبة بتاعتي. العيش اهو يا جماعة مستنينا اهو. عايزة اقول لكم ان طريقتها سهلة قوي قوي قوي. طيب هعمل ايه؟ هروح هنا هحتاج الكبه. بصوا دي رنجه عادي انا جبتها شرايح جاهزه، انتوا حرين طبعا عايزين تجيبوها وتخلوها اوكي، لكن انا جبتها شرايح جاهزه سهله جدا، مخليه ما فيهاش اي حاجه. وعلى فكره خلي الرنجه كمان مش صعب خالص، خلي الرنجه سهل جدا. هحتاج زي ما قلت لكم دي المقادير، ودي طبعا جبنه عبور لاند اللي هي ايه بالقشطه، لانها بتبقى حلو جدا جدا جدا. في اوعى تفتكروا ان هي هتديكوا طعم جبنه خالص خالص، بس بتبقى حلوه قوي قوي. ايه عايزين قبل ما ابدا؟ طيب ماشي اوكي خلاص. إيه نطلع طيب فاصل صغير جدا جدا ونرجع لكم بسرعه نعمل موس رنجه ونعمل عصير منعش يجنن. فاصل صغير نرجع لكم بسرعه. رجعت لكم بعد الفاصل بيوم البهجه، يوم عيد الربيع، يوم شم النسيم. يا رب يا حبايبي كل سنه وكلنا طيبين. لبست جوانتياتي عشان اتحضر بعد الفسيخ للرنجه اللي هتبقى كريمي قوي قوي قوي. مش هناكل، هناكل فيها كتير بس من غير ما نحس بعطش. هجيب كبه تمام زي ما قلت لكم، هنا اهي دي الرنجه بتاعتي، هروح جايباها، هحاول اشيل منها اي حاجه اهو خلاص كده، واروح مقطعاها هنا في الكبة بتاعتي. مش عايزة اقول لكم طعمها بيبقى حلو قوي، خصوصا لما بحط لها الجبنة الكريمي اللي بالقشطة اللي من عبور لاند، بتديها طعم كريمي مش ممكن مش ممكن جمالها. بتغنيني حتى عن مايونيز، بتغنيني القوام بتاعها بيطلع حلو قوي وكمان طعمها. طبعا لازم اخلي ايه كل الايه هنا عندي ال اسمه ايه السل او الشوك، علشان دي هتبقى بيوريه، خلوا بالكم هتاخد على طول بالشوكه زيها زي الفسيخ كده تمام. هحط ايه بقى؟ هحط الرنجه بتاعتنا، هحط عليها الطحينه، هحط عليها الليمون، هحط عليها زيت زيتون والجبنه الكريمي. نحط اهو الجبنه الكريمي بتاعتنا اهي خلاص، ننزل هنا كده. بصوا قوامها، بصوا قوامها عامل ازاي، رائعة. يعني من الحاجات فعلا اللي بحبها جدا 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 من عبور لاند الجبنة الكريمي اللي بالقشطة، او اي جبنة بصراحة كريمي عندهم بأي طعم حلو قوي. تمام كده، تمام كده. هحتاج طبعا الطحينة اهو، هحتاج ايه بقى؟ ليمون، وطبعا كمون،
وشطه. صح يا رنا، برافو عليكي. ماشي. وطبعا هحط لها رشه زيت زيتون وادي فود، بتبقى عظيمه بالزيت الزيتون، عظيمه عظيمه. رشه زيت زيتون من وادي فود، حلوه كده شايفين. خلاص. وكمان اروح مديلها خل، طبعا تبقى برضو خل وادي فود تحفه. شايفين، شايفين الجمال. هضرب كل ده في الكب عندي واشوف هعمل ايه. بصوا قوامها بقى ولا ريحتها تجنن. بصوا قوامها عامل ازاي، حلوة قوي قوي قوي، وريحتها حلوة قوي، قوامها كريمي يجنن يجنن بجد. هتجربوها هتعجبكم قوي قوي. طيب هعمل ايه، هروح جايبة طبق حلو كده واروح حاطة فيه ايه، الموس اللي انا عملته. ننزل كده، الله بجد ريحتها حكاية حكاية. واروح عاملة كده شايفين، اي شكل كده بس. واروح حاطة ايه بقى، شوية بصل طبعا اخضر يكون معايا هنا، سكينة اهي جبها، شوية بصل اخضر حلوين كده على الوش، عليهم رشة زيت زيتون، رشة شطة، حاجة عظمة، طعمها كريمي، ريحتها حلوة قوي، مش هتعطشنا. ولسه ده انا لسه هعمل لكم عصير، لا بجد هيفرق معاكم قوي. اهو كده واروح جايبة ده حطه على الوش هنا كده. عارفين احنا اللي نخلق من الفسيخ شربات. هو المثل ده اتطبق علينا احنا يا مصريين، يعني نعمل من اي حاجة حاجة حلوة، حاجة شكلها حلو، حاجة طعمها حلو. طبعا الفسيخ يعني ورنجة مش محتاجين حاجة، بس ايه نوع من التغيير، خصوصا ان احنا هناكلهم في شم النسيم في رمضان، فلازم ناكل الحاجة ايه مش ما تخليناش ان احنا عايزين نشرب مية كتير. بصوا كده اخر حاجه بقى، رشه زيت زيتون حكايه على الوش اهو، تحفه. خلاص كده ونحطه. مش عارفه اوديك فين، اوديك فين. ممكن نحطه هنا ورا كده اهو، نشيل حاجتنا هنا دي كده.